دكتور عبد الحكيم، اليوم الحراك الأردني السياسي يتصدر المشهد وربما هو الألمع في الحراكات السياسية، وهنا تحديدا نتحدث بالطبع عن حراك جلالة الملك في زيارات الدول. كيف تقرأ هذا الحراك وكيف ترى نتائجه؟ سيدتي الكريمة، مما لا شك فيه يعني الحراك الدبلوماسي الأردني الذي يقوده جلالة الملك منذ بدء طوفان الأقصى هو الأقوى المتقدم خطوات كثيرة على الكثير من الحراكات، وكان هدفه الإيقاف الفوري لهذا العدوان، وفي البدايات ربما تغيير الرواية والسردية الإسرائيلية التي تبناها الغرب والطرف الأمريكي بأن الإسرائيليين هم المظلومين وتعرضوا لإرهاب بعدما تم دعشنة، إنجاز التعبير، أو شيطنة الحركة المقاومة الإسلامية حماس. بالتأكيد هذا الحراك يعني لم يأتي وليدة الصدفة أو اللحظة، هو نتاج أيام ويعني عاملة الدبلوماسية الأردنية كخلية نحل جابت كل العالم. فبالتالي جلالة الملك بدأ باتصالات ومن ثم جولة أوروبية ومن ثم عبر دبلوماسية القمة ولقاء الكثير من صناع القرار في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في مؤتمر القاهرة للسلام الدولية الذي يعني كان فيه خطابه خطابا حاسما وقويا، وبالتالي ركز على كل الأبعاد والجوانب القانونية، ويعني رمى الكرة في مرمى المجتمع الدولي والأطراف الدولية والمنظمة الأممية بأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية. هذا الحراك الدبلوماسي الأردني كذلك نجح في قيادة المجموعة العربية في استصدار أو تبني الجمعية العامة لقرار بأغلبية كبيرة وصلت إلى 120 صوت في تبني قرار لوقف لإقامة هدنة إنسانية وضمان انسياب وديمومة واستدامة المساعدات الإنسانية، يعني على أكثر من صعيد. وبدأت الدبلوماسية الأردنية بالتصعيد ضد الكيان الصهيوني، وكان آخرها وليس آخرها وسيستمر، اللي هو سحب السفير الأردني وعدم الرغبة بعودة السفير الإسرائيلي. فلذلك هي قامت بعمل حرفي مهني متدرج ضمن خطوات كبيرة، واستغل الأردن علاقاته الدولية ومكانته واحترامه والاحترام الكبير الذي والثقة الكبيرة التي يحظى بها جلالة الملك لدى دوائر صنع القرار في العالم الغربي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التأثير عليهم في سياق إطفاء شرارات هذا العدوان والتخفيف من وطأته الإنسانية. لطالما يركز جلالة الملك على هدفين رئيسيين. طيب دكتور عبد الحكيم، اسمح لي، يعني قبل قليل كان قد صرح جلالة الملك بأنه يجب التفكير بمرحلة ما بعد الحرب، هل في هذا التصريح أي بارقة أمل؟ كيف تقرأ هذا التصريح سياسيا؟ يعني في هذا الإطار، يعني جلالة الملك لديه هدفين رئيسيين، اللي هو إيقاف الحرب يعني، وبالتالي كهدف يعني أساسي وثابت وراسخ، والهدف الآخر ربما الفرعي اللي هو ضمان إيصال المساعدات. بالتأكيد العنف، يعني جلالة الملك له رؤية ثاقبة في هذا الأمر وحذر منه مرارا وتكرارا، حتى في خطابه في الجمعية العامة ومنذ سنوات يحذر أن العنف لا يجلب إلا العنف، وأن الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية بإقامة حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإطفاء هذا العنف، وبالتالي أن تعيش دولتين جنبا إلى جنب وعلى أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني. فجلالة الملك دائما يؤشر على مكامن الخطر المرتبطة بالعنف، والعنف الذي سيبقى وستستمر دوامته ما لم يوجد حل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية. دكتور عبد الحكيم، اليوم في ظل كل هذه الحراكات الدبلوماسية والسياسية، بعض الدول تتمسك بموقفها الرافض لوقف إطلاق النار كبريطانيا، لكن بالمقابل شهدنا بأن حزب العمال البريطاني شهد استقالات، وذلك كان اعتراضا على عدم أو على الدعم المقدم من حكومة بريطانيا لحكومة إسرائيل. هل لهذا أن يغير المنحنى السياسي وآراء السياسيين البريطانيين والدول الأوروبية كذلك؟ ستي، يعني في هذا الإطار ربما الدبلوماسية الأردنية على وجه الخصوص والدبلوماسية العربية كان لها دور كبير في التأثير في الرأي العالمي واستنفار الضمير العالمي، وبالتالي حتى قرار الجمعية كان له تبعات، لأن وجدنا أن هنالك الخطاب السياسي الرسمي في الدول الغربية ربما كان يعني على طول الخط ودعم لا محدود خاصة الجانب الأمريكي، لكن شهدنا تحولات ربما إيجابية في يعني تخفيض حدة هذا الخطاب. هذا من جانب. الجانب الآخر على المستوى الشعبي وجدنا أن مسيرات تجوب
كبرى عواصم صنع القرار في ومنها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بعشرات أو مئات الآلاف. هذا يعني كان له دور كبير في إطار بيان الحقيقة وأن ما يجري في غزة هو كله تحت بند جرائم الحرب. فلذلك بالتأكيد مخاطبة الضمير العالمي والرأي العام الدولي والرأي العام في تلك الدول الداعمة على طول الخط ودعم لا متناهي للكيان الصهيوني ربما يؤثر في هذا الإطار. ومنها الاستقالات الجماعية لحزب العمال، هذه منها كانت أصلا اعتراضا على سياسة الحزب بأنه لا يريد إيقاف هذا العنف. نحن نعرف أن الخطاب السياسي البريطاني للأسف والأمريكي لا يريد أن يتم إيقاف العنف، لهم مبرراتهم في ذلك. ولكن في الشق الآخر على البعد الإنساني أصبحنا نجد أن هنالك يعني توجه إيجابي في هذا الإطار والتركيز على الجوانب الإيجابية وخصوصا مسألة استدامة وديمومة، وهذه مطالبات جلالة الملك، انسياب المواد الإغاثية والطبية والإنسانية للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية. فبالتالي أعتقد أنها مكسب سياسي ربما مؤقت آني، يعني وصولا ربما نطمح إلى الأفضل أن يتم تغيير في المواقف السياسية. دائما الشعوب طبعا دكتور عبد الحكيم الدول يعني سيغير. نعم. أكيد نعم، هذا ما نطمح له بالتأكيد وما نأمله. الآن دكتور عبد الحكيم، تحدثت عن المبررات التي تتذرع بها الدول الأوروبية وكذلك المبررات التي تتذرع بها حكومة الاحتلال بشن هجمات همجية على المستشفيات. اليوم حماس صعدت في إحراج الكيان ودعت لجنة دولية من أجل الكشف على المستشفيات لكي تتأكد هذه اللجنة من عدم وجود مقاتلين داخل هذه المستشفيات. هل تعتقد بأن لهذا الأمر أن يصبح واقعا، وإلى أي مدى سوف يتطور هذا الجانب؟ أختي الكريمة، يجب أن نتفق أن الرواية الإسرائيلية قائمة على الزيف والتضليل منذ البداية، فهي وضعت نفسها كطرف مظلوم. فلذلك دائما تسليط الضوء على هذا الزيف وهذه الادعاءات وربط كل هذا الضرب بضراوة والإجرام والشطط والجنون وهذا الإجرام بكل ما تحمل الكلمة من معنى ليس له مبرر ولا أدنى مبرر، وخصوصا استهداف المدنيين. شيطنة حركة المقاومة وبالتالي اتهامها بأن تستخدم دروع بشرية في المستشفيات، هم قصفوا الكنائس، المساجد، المستشفيات، المدارس، هذا غير مبرر. ربما هنا استحضر حديث جلالة الملكة مع خلال لقائها في CNN، سلطت الضوء على أن القوانين الدولية الإنسانية وربما الذرائع التي يتدرع بها الكيان الصهيوني هي غير منطقية وغير واقعية. والقانون الدولي في كل الحالات يجب أن يحمي ويحفظ حياة المواطنين، فهي ذرائع يجب أن نكشفها حتى في السياق القانوني. ربما توثيق الجرائم هذا في سياق الحرب القانونية، هذه جبهة يجب أن تفتح على الكيان الصهيوني، توثيق هذه الجرائم وإرسالها ومخاطبة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام، هذا أمر في غاية الأهمية. فلذلك هي من البداية زيف وتضليل، واستمرت بهذا الأمر في الدفاع عن نفسها والدفاع عن الإرهاب الذي تتعرض له. كله هذا كلام يعني هراء لا يمثل الحقيقة بصلة، ونلاحظ من ذلك من خلال أعداد الشهداء الذين وصلوا نحو 10,000 جلهم من النساء والأطفال. أي إنسانية وأي أخلاق وأي طبعا يعني دكتور عبد الحكيم، يعني بناء لقراءتك للمشهد، بناء لقراءتك للمشهد السياسي والمواقف الدولية، هل لهذا المقترح، مقترح تشكيل لجنة دولية للكشف على المستشفيات، هل له أن يتحقق بالفعل؟ يعني بكل واقعية هذا مطلب حق، ولكن لا أعتقد أن الإسرائيليين سيقبلون به. يعني الإسرائيليين تاريخيا لا يلتزمون بأي قرار دولي ولا بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية منذ 75 عام. فلذلك لا أعتقد أنهم سيضعوا أنفسهم أمام هذا المحك الحقيقي ويتم كشف، فلن يرضوا بأي حال من الأحوال أن يكون هناك لجان تقصي الحقائق. فلذلك نعم، لو نعم أن دكتور. المحكمة الجنائية الدولية ربما تلتزم بهذا الأمر، يجب تشكيل لجان تحقيق وتذهب إلى غزة وترى كل هذه الجرائم وتثبتها. طيب دكتور عبد الحكيم، اسمح لي أن نذهب للحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم على ما يبدو أنها مهتمة جدا بعدم تدخل تركيا بشكل أكبر بالأزمة، كيف تقرأ هذا وهل هذا فعلا صحيح؟ يعني أعتقد لحد كبير هذا الأمر يعني حقيقي أو أقرب إلى المنطق والواقع. الولايات المتحدة الأمريكية على طول الخط في جانب الخندق الإسرائيلي وتدعمه بكل ما أوتيت من قوة. فلذلك نحن نعرف أن تركيا هي فاعل إقليمي وقوة إقليمية ترقى إلى مستوى القوة الدولية وتربطها علاقات استراتيجية
مع الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع من خلال حلف الناتو وغيره، فلا تريد أن يكون هنالك أي أطراف قوية تدعم القضية الفلسطينية أو الأشقاء الفلسطينية أو الحق الفلسطيني. وربما كذلك الخطاب الرسمي التركي عندما تحدث الرئيس أردوغان وقال أن حماس ليست منظمة إرهابية وندد بجرائم الحرب، وربما لمح باستخدام عسكري أو تدخل عسكري وإرسال قوات، كل هذه ربما أرسلت برسائل سياسية للجانب الغربي والأمريكي في كل دكتور عبد الحكيم، يعني اسمح لي أن أقطعك عند جزئية الرسائل التي تبعثها الدول من خلال دعمها لإسرائيل أو من خلال دعمها للقضية الفلسطينية. اليوم شهدنا بأن روسيا تدعو إلى تحرك جماعي لوضع حد للحرب على قطاع غزة، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي. ما مدى قدرة روسيا على عمل هذا التأثير الحقيقي الذي قد ينجم عنه وقف لإطلاق النار، خصوصا يعني أن الأسلحة المستخدمة هي أسلحة روسية؟ يعني في الحقيقة أن روسيا يعني فاعل وقطب دولي، وفي ظل التنافس الموجود على قيادة النظام الدولي، نحن نعرف أن النظام الدولي الآن هيكل أحاد القطبية، هنالك خلافات وتنافس محموم وشديد وتاريخي وأزلي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وريثة الاتحاد السوفيتي منذ إبان الحرب الباردة. فلذلك روسيا تسعى من خلال أن تصل إلى المنطقة وأن يكون لها مناطق نفوذ في منطقة الشرق الأوسط لأهميتها الجيوسياسية والاستراتيجية، ووجدنا ذلك التنافس في الصراع والتنافس والمعركة داخل أروقة مجلس الأمن باستخدام الفيتو المضاد بين بعضهم البعض. فلذلك روسيا ربما لديها يعني تحالفات وقوى كثيرة تدور في الفلك الروسي قادرة بالتأثير، ولكن بوجود الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة المعسكر الغربي لا أعتقد إلى حد كبير، ربما تجمع ربما تأييد من كثير من الدول، ولكن لن يحدث أثرا على أرض الواقع في إطار الشرعية الدولية واتخاذ قرارات. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحكيم الجرالي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك.